كحنا وبدعس 24 تيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكي وحن ربا إن الصومالي ذا يبلشوين تلو ذاقو إن حالة كالة أوكرونا فيروس بوستيف لغا هلاي موادين صوماليات ووادن كيميت موادن كاس وحقي جنت شلي أي نوت ميت حالي نوت ميت إن يهاي بوستيف موادن كاس ومواطن أنا لهين علامته عذر كأيسا كموقنين والحمد لله إلهي وحنكر رجينا إنو سنكسوب بحن مركة مواطن كذي بدو كيمت وادت كالهاي وكرانتيلكو كجرة وحن رجينينا إنو سن عذر كوكسوب بحن وحال هين دونا انتي أناليس كالأو لابا يسدح لغا حقي جنا وعافمات قبا وح علامته كموقنين حالة بدن أساس أهجر أوسن كم وقرن قفك على مديه عذرك وحن إلهي قبرينا إنه سن عذرك كصوب حنن وحن رباب الشد إن أوقف إذا استو ما أنت وعي قلين كصاب سن عذرك سيد الله جهرت الله حكمه سال سعتان وضن كنا حالة عافمات وإسكليدته وضن سكر عيد لبعض بدن أي هيست وحيالها أن كده ذلك كرنا جود أهان بالشدة الصومالية وحوا إن عذر كاس كهر تكنا سداد للسعودان ديار ذي هو العلية أنت لمن وال جود بجرا إن العلية والسفر ذي السعود كوا الهكي وحال كلو الهكي جابه شقضة ولا بس تمان أيام لفصحي وحكلو لهكي ولا فصحي أرض ذي إن دكسيه ذي جنس الجامعة ده موادن كستوكي ماذا ميلها قطرت إيك جرت عذرك وكهاية ولا حكمينا يا ولا كرنتيلا يا إلا يأفر إتو بمبري أيها الهاينا يا ووحلو باهني هاي إن لصمي سببت أقف كن حالة ديس إن لحقيجيو هدي عذرك وقبنا أنا لقود دين البلشدة أو إنتي كبدنا أوسن يعني أوسن عذرك قاتسين وتحدر موادن هذا كجر ميلها كرنتيلك وحن كبرينا إني نضل قاتان إن لا السجان إلا يلحقيجوا إن عذرك جركود أوسن كجرن وحن ربا إن أشياء بالشدة وحيالها أو قبضن أو لجهت ليا وحي هيد إن سكو سعد كي ميلها ليسقي بعد ها هذا سكولات ها هذا الجامعة ها هذا حفلة توتالي إن لجوجيو أتنا لوير يا كل ما ذا يسقو إيمانا يعني دت كبدن شن إتبون قفوت إن لكلا ديرادو أو ما أردت أن قعمها لإسك السلامين إن أنا لس حقرينين أو أن لسو هانيونين عذرك وحيالها أكف في دو أردن والا الشيغي وزارة دواقي بسي رادي ياشي والاق الشيغي دونا وعي قلنت وحان وذا أودن إن أن سمينو قف والبو أنقا نقمد أه وسمين كرواي ووا إذن بريينا وحان إذن كبريينا إن لا دلقاته وإلا يو إنتي أمر ضمب أصاب حياة ليري سفرنا لآدن ميلها ووين لسوق إيمان أرضا جريها لجوه هايو هدي أرضا سكولك يدكسي لجع عليه وجرج جوج لكن بنان كمرك أبحو المكلا بدن والعياراي وحوين ما أنا نسمين استل ولي وحوى المه كونتاكت لين وكل مايا على ماذا حقفك إسكو أركا وحال جرى طبان لين ومقالة دان لغا فولي قبل لدان لغا وذ في قاركوت قبل كستان لغا فولين دونو وحي سوو عن كرا نمبر داس وحالو شيغي كرا وحاو سمينا قفك إسكا دريم على ماذا إنو وعدو تلافنك لهاقو قفك حنونك لوتاقو لفيريو هدي على ماذا وقفك ليه هين إن لحكميه لأغادو قفكاس إلا يو إنتي وكعافي ماد قبا waku celinaya mar walba Soomaaliye walaalayaal waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta beelaha ciriiriga ayaan la isugu tagin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurki qaba meeshu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagay jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kale to bulshada kale uusan u gudbin cudurka waa cudur haduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culuma civil society taqaatiir qof allaala qof kasto Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo oo ka hortago cudurka in la kala dheeraado in aan salaant la salaamin in nadaafada lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafada jirka iyo nadaafada guriga iyo meelaha wasakhda biyaha la iska hagaajiyo
in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaale badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo taqaatiirta ururka taqaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culimaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa keliya waqti yaroo uu qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh